إذن يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة ليفربول شمالي غرب إنجلترا لإظهار وحدتهم في مواجهة الاعتداءات العالمية ولمناقشة المناورات الروسية على الحدود الأوكرانية. وتنوي وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس دعوة نظرائها في مجموعة السبع إلى إظهار جبهة موحدة ضد السلوك الروسي، بما في ذلك المواقف الروسية تجاه أوكرانيا، وإلى الانخراط في مجال الدعم ومجال الأمن والدعم الاقتصادي. حسنا، ما يتعين علينا القيام به هو ردع روسيا عن اتخاذ مسار التصعيد هذا. لقد كنت واضحة جدا أنه سيكون خطأ استراتيجيا لروسيا أن تفعل ذلك. ما يدور حوله اجتماع مجموعة السبع في نهاية هذا الأسبوع هو إظهار الوحدة بين الاقتصادات الكبرى ذات التفكير المماثل. ستكون هناك عواقب وخيمة إذا حدث أي شيء. للمزيد ينضم الينا من لندن الكاتب الصحفي زيد العيسى، مرحبا بك معنا. ردع روسيا، تقول وزيرة الخارجية البريطانية، اوروبا تصعد اللهجة بالتالي ضد روسيا، ولكن بمنأى عن الموقف الامريكي. ما الذي بمقدور الاتحاد الاوروبي واوروبا عموما ان تقوم به في هذه الازمة تجاه في روسيا؟ الحقيقة الموقف الأوروبي كله يعتمد على الموقف الأمريكي، نعم أي أن حالة الدعم الأساسية والاعتماد الرئيسي من قبل أوروبا هي على أمريكا وعلى مواقف بايدن. رأينا أن بعد الاتصال الذي حصل بالفيديو يوم الثلاثاء بين بايدن وبين بوتين، هناك زيادة في التوتر، هناك تصعيد كبير من قبل روسيا. روسيا ترى أمامها جبهة غير موحدة، فبوتين يعرف ماذا يريد، ويعرف أن حلف الناتو مكون من 30 دولة، وكل دولة من هذه الدول خصوصا الأساسية لها رأي. وحتى في مسألة المفاوضات او الانخراط في مفاوضات مع روسيا هناك اراء متعدده، فالجبهه ليست جبهه مشتركه، ولهذا بوتين يلعب على هذا الوتر، يلعب بان لا توجد هناك راي موحد، هناك صراعات وهناك مواقف متضاربه إذن ومختلفه. الرئيس الروسي يستغل هذا الموقف، موقف غير موحد من طرف الأوروبيين، وفي المقابل الأوروبيون والأمريكيون أيضا يهددون بتسليط عقوبات على روسيا في حال يعني قامت بالتصعيد في هذه الأزمة. ولكن هل تهتم موسكو أصلا إلى هذه العقوبات حسب موقفها إلى حد الآن؟ في الحقيقة هو جزء من لعبة بوتين، وما يريده هو هناك عقوبات هائلة على روسيا. ورأينا هناك مسابقة كانت بين ترامب وكذلك بايدن لإثبات من هو الأشد قسوة اتجاه روسيا، وعندما كان ترامب يتهم بأنه جاء ووصل إلى السلطة عن طريق مساعدة بوتين، كان يستعمل سلاح فرض عقوبات إضافية ويتسابق للإثبات للأمريكان وخصوصا ضد الحزب الديمقراطي بأنه الأشد قسوة. روسيا لا تهتم كثيرا للآن، وتعتقد أن الطريقة لتخفيف هذه العقوبات والطريقة لثني أوروبا وأمريكا عن فرض مزيد عقوبات هي لعب الورقة اليوكرانية، وذلك بزيادة عدد قواتها وحشد المزيد من القوات في مناورة واضحة، ذلك لإظهار للأوروبيين والأمريكان بأن هناك ثمن، أي أن كل ما فرضتم علينا عقوبات اقتصادية فإن الثمن هو مزيد من القوات، هو تهديد الأمن الأوروبي. فروسيا تقول وهي تتحجج وتقول أنتم تهددون أمني وأنتم لا تهتمون للخطوط الحمراء التي أضعها. فبوتين يعتقد أن اللهجة الوحيدة التي تفتهمها أوروبا وأمريكا هي لهجة وجود هذه القوات الهائلة حتى يمسطوا له ويصغوا للخطوط الحمراء، نعم وكذلك خط الأحمر الأساسي بأنه يمنع توسع حلف الناتو إلى داخل أوكرانيا وكذلك نقل الأسلحة بالفعل. المتقدمة الأزمة إلى دول الأوكرانية، هل يستغلها الناتو للاقتراب أكثر من الحدود الروسية؟ هذا ما تقوله روسيا، يوجد توظيف من الناتو من الولايات المتحدة للأزمة الأوكرانية لتحقيق مصالح للناتو وليس دفاعا عن أوكرانيا في هذه الأزمة. هذا صحيح، ولهذا بوتين يستخدم هذه الحجة بقوة ويقول أنتم لا تفهمون لغة الحوار ولغة كذلك المصالح المشتركة، ما تفهمونه هو أنكم تتجاهلون مخاوف روسيا من ناحية الأمن القومي، والطريقة الوحيدة لثانيكم هو التهديد والتلويح بالسلاح وهذه القوة الهائلة الموجودة. ولهذا ليستراس كانت واضحة وقالت علينا أن يكون لدينا موقف صلب وقوي في وجه هذا التهديد الحقيقي والتهديد طيب، المخوف من ما قبل تفسير، روسيا. نعم، ما تفسير هذا الموقف المنقسم من الغرب تجاه هذه الأزمة؟ كيف تفسره؟ لماذا؟
أنا أفسره بأن بعض الأوروبيين بعض يرون أنه من المفيد الحوار مع بوتين، وحتى تقديم التنازلات له هذه أقل تكلفة بكثير من أي مواجهة عسكرية ممكن أن تحصل في أوكرانيا، وتكون نتائجها سلبية أكبر من المواجهة التي حصلت في 2014، حيث تمكنت روسيا كذلك من ضم جزيرة القرم، وكذلك الانفصاليين الروس احتلوا مناطق في شرق أوكرانيا. فبعض الدول خصوصا في أوروبا الشرقية، بعض هذه الدول المتعاطفة مع نعم روسيا، تقول إن هذا ثمن بخس وثمن قليل مقابل التكلفة الاقتصادية الهائلة التي ممكن تتحملها الدول الأوروبية لو حصل فعلا نزاع مسلح. والنقطة المهمة بالنسبة لبوتين أنه لا أحد يعرف الآن ما نعم هي توجهاته الحقيقية وإلى أي مدى يستطيع الذهاب، لأن حلف الناتو وأمريكا يبقى عادة هذا السؤال تعتمد فعلا على المعلومات. المطروح الآن، هل روسيا ستكرر سيناريو شبه جزيرة القرم؟ هذا ما يتخوف منه الأوروبيون على الأقل حتى الآن، الأزمة ربما مرشحة لتصعيد أكبر. أشكرك جزيل الشكر الصحفي زيد العيسى، كنت معنا من لندن، شكرا لك.